وتزينت حور الجنان وأشرقت ترجو لقاء فوارس الأهوال، وتكلمت في رقة وتباسمت هل من ليوث ترتقي لوصالي. جاعي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضى للغزو للجهاد في سبيل الله، فبينما هو يمضي إذ اعترض له أعرابي من الأعراب من أين؟ من هنا من نجد زائر الشعر، وإذا به أشعث أغبر، اعترض الجيش، قال ما عندكم؟ قالوا ذهبنا إلى الغزو. قالوا ومن أنتم؟ قال محمد وأصحابه. قال نبي الله؟ قالوا نبي الله. فإذا بذلك الأعرابي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكن كتابه وكتابي الفضاء أقرأ فيه آية ما قرأته في كتابي، نعم نعم، فصيح القلب وفصيح اللسان. فإذا به أيها الأحبة الكرام يمسك زمام الناقة، ثم انطلق وترك خيمته وترك أموره، فإذا به ينطلق ويشق الجيش، فإذا بالصحابة يتعجبون من إقباله على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يذودونه، بدأوا يدفعونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرآه الرسول من بعيد فقال لهم دعوا لي النجدي، دعوا لي النجدي، دعوا لي النجدي، فوالله إني لأراه من ملوك الجنة، فوالله إني لأراه من ملوك الجنة. مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر التمام وشمس الإسلام ونبي السلام محمد عليه الصلاة والسلام، احتمى الوقيس وتقطعت الأكف وضربت الرؤوس وتطايرت الأرواح. فإذا بالصحابة الكل يسأل عن أخيه، والثاني يسأل عن عمه، والثالث يسأل عن خاله، فإذا بالكل يسأل عن أقاربه إلا ذاك الأعرابي لم يسأل عنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى كوكبة من الصحابة، قال أين النجدي؟ أين النجدي؟ فقال أحدهم يا رسول الله سأذهب أبحث عنه. فإذا به مجندلا في تلك المعركة، وإذا به يتشحط بدمائه، فقال يا رسول الله هو الآن يحتضر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الأعرابي، إلى ذلك النجدي، إلى ذلك الهمام، إلى ذلك المقدام، إلى الذي باع الدنيا واشترى الجنة، فإذا به يراه يتشحط بدمائه، فجلس عنده النبي صلى الله عليه وسلم وعاينه ووضع رأسه على فخذه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بعين، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ثم يضحك ثم يضحك، فتعجب الصحابة. ثم فجأة وهو يضحك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه، صد عنه، تعجب الصحابة، رأيناك يا رسول الله تضحك ثم أشحت بوجهك أي صددت عنه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه، قالوا يا رسول الله رأيناك تضحك، فلماذا تضحك يا رسول الله؟ قال إني ضحكت آنفا لما رأيت لروحه من الكرامة عند الله عز وجل. قالوا يا رسول الله رأيناك أشحت بوجهك صددت عنه فجأة وقمت، فلماذا يا رسول الله؟ قال أما صدودي عنه لما أشحت بوجهي عنه فإني رفعت رأسي إلى السماء فرأيت زوجاته من الحور العين قد نزلن عند رأسه. يا شباب هلا هذا كان هون، هذا مو عسكري، هذا معنا من شباب، معنا 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 استشهد معي. لا اله الا الله، ابها ابها بس شاهد شاهد سوي له شاهد. لا اله الا الله، شاهد شاهد ابها، ولا ايش ابها ابها اخوي ابها، عم تشوف الحور؟ لا 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 اله الا الله، ابها ابها. وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. جمعتم الحمق الفجور والعياذ بالله، نسأل الله أن يريح منكم هذه الأمة، والله العظيم أن يريح منكم، لا بتكفيركم وقتلكم كما تدعون وتدعون، وإنما بأن تجلسوا في بيوتكم. لا يمكن أن يكون أمثالكم مؤهلين ولائقين بأن يكلموا الجماهير، أنتم سممتم أرواح هذه الجماهير،
زيفتم عقولها والله العظيم، استنزفتم وعيها، دمرتموها، أصبحت جماهير غير طبيعية يا إخواني. هذه الجماهير كما قلت لكم مستعدة أن تفتعل حرباً أهلية من أجل مسألة فرعية، من أجل ختان النساء مثلاً. يمكن أن تقوم حرب في بلد أحد، ممكن جداً، لو أرادت سلطة معينة، لو أرادت جهات شيطانية إبليسية معينة أن تفجر بلداً عربياً إسلامياً بسبب ختان البنات، قد تنجح. أنا أقول لكم قد تنجح. هذه مصيبة، هذه مصيبة حقيقية، هذه نكتة، لكن نكتة سوداء، كوميديا سوداء. هذه هذا لا يمكن ولا يصلح مبررا أيها الإخوة أن يعترك فيه اثنان حتى بالأيدي، مش حرب أهلية من أجل ختان البنات، أي عقلية هذه؟ لكن أنا أقول لكم هؤلاء يعلمون، ويعلمون جيدا والله، أن خدمة العقل وخدمة الوعي أيها الإخوة، وخدمة النقد وخدمة الشك وخدمة التساؤل وإعادة النظر، كلها تعمل على كشفهم أيها الإخوة وتعريتهم، إنها تتعارض على طول الخط مع مصالحهم ومصالح أسيادهم المتنفذين.